الوغ السلام عليكم، صافا؟ لاباس عليكم. اليوم غادي نديرو تيست رايد ديال الام بي كاستانت ديال التقصار. سي باغتي، خليكم حتى الاخر ديال الفيديو. grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna. Hello, السلام عليكم، صافا؟ لاباس عليكم، معكم بلاك بايكر فلوغ، فيديو جديد. دونك اليوم عندنا تيست رايد ديال الام بي كاستانت موديل 2011. صراحة هاد الامبيكا شركة خطيرة، فيها الياماها ستانت وفيها الامبيكا ستانت. الامبيكا عندها البيويز، عندها السكوتر بيويز، عندها الروكيت وعندها ستانت. دونك اليوم غادي نديرو ان شاء الله التيست رايد لهاد ستانت هادي موديل 2011. صراحة ما كيتبدل فيها حتى شي حاجة ستانت من موديل لموديل، شي موديفيكاسيون اللي هي بسيطة ماشي بزاف. مي هذه مخرجينا شركة ديال الامبيكا خصيصا للناس ديال التقصار. بطبيعة الحال ستانت عندها بلافيش تكنيك، ستانت ماكينة فيها دوطو، فيها ماكينة واقفة، ماشي عكس الكونتر ديال الايروكس اللي حتى هي عندها ماكينه يعني هكا، هذه عندها ماكينه واقفه. وصراحه واحد الكاليتي، واحد الماتياغ اللي جد خطيره باش 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 مصايبه هاد الستانت هادي. حيت علاش؟ حيت مخرجينها خصيصا للستانت، يعني سماوا ستانت، يعني الستانت هو التقصار، هو بحال مثلا الويلينغ، هو الدريفتينغ، هو بزاف ديال الامور. بطبيعة الحال الموتور خدام الستانت وخدام حتى الديبلاسمون وسط المدينة، ما صالحش شد بيه الطريق على ود السخونية وعلى ود حتى السنتيمتر كيب ديالو 49. دونك هذا الموتور هذا فيه ماكينة دوطو، التبريد ديالو ما فيهش رادياتور، يعني ماشي ليكيد، التبريد ديالو شيشوار كيبردي بالبرد. البويسونس فيه زوين تبارك الله، على توب سبيد ديالو كيشد حتى ل 80 ولا 85 واخا 49 سنتيمتر كوب. حيت علاش؟ حيت الامبيكا، حيت شركه غنية عن التعريف، شركه ما كضحكش معها، معها يعني مع البرودوي ديالها. فيها دي بنو تيبليس لورو القدام ديال 12، الكاليتي مزيانه، لا بياس بطبيعه الحال الفخيناج ما كاينش. فيها فخيناج ديسك لورو حتى القدام. البوا ديالها راه فيها 81 كيلو الاخوان، راه ما ثقيلاش بزاف، خفيفة باغ كونتخ بالعاني، هما لاعبين على هذا الوزن خفيف باش باش بالزربة، يعني تقصر بها بالزربة دير واحد الكابراج والويلينغ ديالها. بالنسبة للثمن ديالها نهضروا عليه من الأول، من دابا ما بقاوش كيخرجوا جداد بطبيعة الحال. الثمن ديالها راه كيبدا على حسب النقا ديال الموتور وعلى حسب حتى الموديل، 7000 درهم، 8000، كاين حتى 9000، وكاين حتى 10000 على حساب النقا وعلى حساب الموديل. ريزرفوار ديالها فيها 6.5 ديال ليسونس، ريزرفوار كبيره تبارك الله. باغ كونتخ يعني موتور يعني 56 سي وعندو ريزرفوار كبيره، يعني هما ما كاينش شي كونسوماسيون، راه 1.5% الكونسوماسيون ديالو، واخا يعني باطوط اوتوماتيك ودوطو كيكون زايد شي شويه، ولكن راه ما فيهاش صراحه الكونسوماسيون بزاف. بياس شونج غالي طبيعه الحال، ما موجودش في الجديد، موجود في البون اوكازيون، حيت هذا الشيء ما بقاش كيخرج. غيدون بوزيسيون فيها نيكاد، غيدون خطير فيها نيكاد كاملين، حتى الروكيت، حتى ستانت، حتى الليروكس. البلاكا صغيره، سكوتر يعني سنتيمتر كوب 29، راه ماتريكول صغير بلا بيرمي بلا حتى شي حاجه. لا سيرونس ديالها راه معروفه 1480 درهم العام. الكاربيراتور الخوت ما فيهاش انجيكسيون، كارب اليمونطاسيون كاربيراتور فيها ديال 50 ديالها دوريجين. موتور خطير جدا، موتور زوين، يعني عشاق الناس ديال السكوتر بزاف، كاين الناس كيشريو موتور يعني سكوتر 49، يفضل يشري سكوتر بون اوكازيون يعني امبيكا ولا الياماها، وما يشريش هادو ديال الشينوا.
صراحه متفق معاهم انا يا برودوي شينواز ما بلان ما لعبه ماشي كيسيو هكا، ولكن المهم هذوك برودوي دوري زين. شنو باقي ما هضرناش عليه؟ زوير موطور محكوم ماشي ديال شي واحد اللي طويل صراحه، ديال شي واحد لا ما بينه وبين مترو 60 ولا مترو 65 صراحه، هو اللي يليق ليه هذا الموطور هذا، انا ما يليقش ليا نهائيا. المهم الخوت المهم كانت هذه واحد الدويره واحد تيست رايد ديال الامبيكا ستانت موديل 2011. عشاق ديال هاد لي سكوتر راه بزاف سيغتو هاد ستانت هادي راه واحد الضجه وتقصروا بها الناس في لي ستانت في السيركوي مطار ديال السيركوي بالرجوله. الو الخوت كان معكم بلاك بايكر فلوغ، فيديو جديد وفيديو على الامبيكا ستانت تيست رايد. تشاو، السلام عليكم، نوفيل فيديوز، يلا الله يعاونكم.